نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة. هذا وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1015 مواطنا من الأهالي، وإجراء 9 عمليات جراحية في عدة تخصصات، ثم تحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفى الغردقة.